يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السيرفر بقى جديد، فايل سيرفر ريسورس مانجر. فايل سيرفر ريسورس مانجر. يعني انا عن نفسي السيرفر ده عاجبني جدا جدا من مايكروسوفت، اختراع كده من الاخر، تمام. بيسمح لي ان انا امانج اكتر من حاجه. اول حاجه بيسمح لي ان انا امانجها ان انا ممكن ان انا اطبق الكوتا على مستوى الفولدر. اطبق الكوتا على مستوى ايه؟ الفولدر. دي اول حاجه بيسمح لي ان انا امانجها. تعالوا نتفرج عليها كده. اولا لازم اسطب الرول بتاعتها. اسطبها منين؟ كالعاده اد رولز، نيكست نيكست، تمام. لو ادور هنا كده على فايل سيرفر مش لاقياه، بس مايكروسوفت جمعت لي كل السيرفرات اللي ليها علاقه بالفايل تحت فايل اند ستورج سيرفيسز. تحتيها فايل اند ايس كوزي. لو نزلت تحتيها هلاقي هنا تحت فايل سيرفر ريسورس مانجر. هيضيف لي بس شويه الفيتشرز دول، نيكست نيكست انستول، تمام. ايه بيش بس على كده ما اشوفش حاجه ثانيه. اه انت اف اس بيرميشنز وشيرنج بيرميشنز، تمام. لو على نفس الماشين انت اف اس بيرميشنز، لو جايلك من بعيد ركز على الشيرنج بيرميشن مع الانتي اف اس بيرميشنز، تمام. اوقف بقى لغايه ما انستول. بعد ما اخلص الانستليشن افتحه منين؟ تولز. هلاقي ظاهر هنا كونسول بتاع فايل سيرفر ريسورس مانجر. تمام. اول ما افتحه، او احنا اتفقنا ان الفايل سيرفر ريسورس مانجر ده بيساعدني ان امانج كذا حاجه. اول حاجه بيساعدني ان انا امانجها الكوتا. لو دخلت هنا على كوتا، تمام، لو انا عايزه اطبق الكوتا بتاعتي هكليك هنا يمين في اي مكان فاضي كرييت كوتا، او على مستوى كلمه كوتا كرييت كوتا. احسن حاجه بقى في الموضوع ده ان هو بيساعدني زي ما قلت لكم ان انا اطبق الكوتا على مستوى الفولدر. اطبقه على مستوى ايه؟ يعني لو دخلت هنا تحت الاف في فولدر هنا اسمه داتا اهو، تمام. تعالى حتى داتا دي احط جواه كذا فولدر كمان كده عشان هنحتاجهم كمان شويه باذن الله. تمام. قلنا تاني هبراوز واطبق الكود على مستوى الفولدر. هطبقه على مستوى ايه؟ الفولدر. بيقول لي دلوقتي اكريت لي الكود على الباستا. اه السطر اللي تحتيه ده هناخده في الاخر خالص، في اخر الجزء ده باذن الله. احسن حاجه بقى في الكود هنا ان هو عامل لي اكتر من تمبلت، وانا ممكن اشتغل على التمبلت اللي انا عايزاها. التمبلتس موجوده هنا، تمام، وهنتعلم كمان شويه باذن الله ازاي ان انا اكريت كمان تمبلت خاص بيا. فبيقول لي اشغل لك اي تمبلت من دول. كل تمبلت من دول وليها كوتا معينه او ليها مساحه تخزينيه معينه، تمام. تختار الكوتا اللي انت عايزها وده الليمت بتاعها. على سبيل المثال هنا بيقول لي انه هيظهر ورنينج عند 85%. الورنينج ده على هيئه ايه؟ انه هيبعت ايميل للادمن، وعند 95% هيبعت ايميل ويظهر في الايفنت فيور في اللوجز، وعند 100% ايميل ويظهر في اللوكس، تمام. والليمت الهارد بتاعته 100 ميجا. طب تعالوا نشوف كده تمبلت تانية 200 ميجا ليمت ريبورت تو يوزر. اقروا بقى كل خصائص بتاعت واحد كل واحد من دول. ده هيعمل لي ايه؟ الليمت بتاعته هارد 200 ميجا، وعند 85% هيبعت ايميل، عند 95% برضه هيبعت ايميل ويظهر لي لوك، تمام. وهنا هيظهر لي لوج وكمان ريبورت. هنشوف احوار اللوج وايه الريبورت وايه الكلام ده كله باذن الله. المهم تاني ان انا عندي اكتر من كوتا تمبلت، اشتغل على اللي انت عايزها. او لو انت مش حابب اي كوتا تمبلت من دول ممكن تقول له كاستم، تدخل على كاستم وتديفاين الكوتا اللي انت عايزها، تحدد الكوتا اللي انت عايزها، تمام. ممكن تكبيرها من اي تمبلت قبل كده وتعدل فيها بعد كده، او تحددها زي ما انت عايز. سي مثلا انا اقول له هنا الكوتا بتاعتي هتبقى 20 ميجا ونوعها هارد ولا سوفت اللي انت عايزه، تمام. الفرق ايه؟ الفرق هارد وسوفت. هارد ده هيعمل ايه؟
هيمنعك ان انت هاردوير هيمنعك ان انت تكتب بعد ال 20 ميجا تمام. سوفت تعال نشوف سوفت بقى هيعمل ايه. سوفت احنا اتفقنا انه هيصير وورنينج تحذير. لو انت جيت هنا على ثري شولد نوتيفيكيشن, نوتيفيكيشن يعني ايه؟ بيديك نوتيفيكيشن يعني نوتيفيكيشن اسمها ايه؟ تنبيه. التنبيه ده ممكن يكون على ايه؟ لو انا قلت له ايد تمام, ممكن ان انا ابعت ايميل للادمن عند 85% خالد اعمل ايه؟ ابعت ايميل للادمن واكتب هنا ايميل للادمن تمام. ممكن كمان اقول له سند ايميل تو ذا يوزر, اليوزر نفسه اللي عدى الكوتا دي ابعت له ايميل. السبجكت ايه هو؟ البادي بتاع الرساله ايه هي؟ تمام. طيب هشيل دول لغايه ما اقول لكم ازاي اظبط حته الميل, لان طبعا انا ما عنديش اس ام تي بي سيرفر. اول اقولها لكم بسرعه كده علشان اقدر ان انا استخدم الاوبشن ده, لازم الاول اظبط الميل سيرفر على الجهاز او على السيرفر بتاعي ده او على الفايل سيرفر ريسورس مانجر كونسول. ازاي؟ هاجي على الكلمه ذات نفسها فوق فايل سيرفر ريسورس مانجر كونفيجر اوبشنز تمام, وتحت ايميل نوتيفيكيشن هكتب هنا عنوان الاس ام تي بي سيرفر بتاعي. هكتب هنا عنوان ايه؟ الاس ام تي بي سيرفر بتاعي. طبعا لازم يكون عندك ساعتها اكستشينج سيرفر تمام. طيب نرجع تاني على مستوى الكوتا بتاعتي, كليك يمين كرييت كوتا. اتفقنا ان انا هكستم انا بنفسي, اختار الاول المسار على الفولدر اللي اسمه داتا تمام, وبدل ما استخدم تمبلت معينه هكستم انا بنفسي. واتفقت معاكم ان انا هستخدمها هارد ليميت مساحتها كام؟ 20 ميجا. طب وبالنسبه للنوتيفيكيشن اللي يحصل زي ما اتفقنا تاني, هقول له هنا سند رساله لمين؟ للايميل, واكون مظبطه الميل سيرفر او ايفنت لوج. ايفنت لوج يعني ايه؟ لو انا حطيت له علامه صح هنا معنى كده انه اول ما اوصل للمساحه دي 85% هيظهر في الايفنت فيور في اللوجز, هيظهر نوتيفيكيشن عنده كده او ورنينج بمعنى ادق ان اليوزر ده عدى الليميت بتاعته تمام. او ممكن ان انا اطبق كوماند معين, ارن كوماند معين, ممكن مثلا كوماند في الدوسه ولا حاجه بيمسح الملفات بتاعته تمام, او ريبورت. اركنوا حته الريبورت هناخدها هنا كمان شويه بالتفصيل باذن الله في اخر شرح السيرفر ده تمام. فاللي انا هركز عليه دلوقتي اللي احنا نقدر نستوعبه حته الايفنت لوج ده. انا ممكن كمان اوكي اهو, ممكن كمان ان انا اعرف اكتر من نوتيفيكيشن ثريشولد, يعني اقول له مثلا عند 85% اسهر وورنينج, وعند 75% ابعت ايميل لليوزر, وعند 100% ابعت ايميل للادمن. ممكن اضيف اكتر من نوتيفيكيشن ثريشولد. واضحه لغايه دلوقتي تمام اوكي. طبعا الاوبشن ده واضح يعني مش محتاج. يبقى تاني احسن حاجه دلوقتي ان الكوتا دي بتطبق على مستوى الفولدر. اول لما قلت له هنا كرييت قال لي ايه؟ طب بقول لك ايه, انت كده يعتبر كانك عملتي تمبلت جديده, اسيف لك التمبلت دي وادي لها اسم معين عشان بعد كده تستخدميها ويصاروا هنا في التمبلتس, ولا سيف ذا كاستم كوتا وزود كرييتنج تمبلت عشان اخلص شغلي من غير ما اعملها من غير ما اعملها على هيئه تمبلت يعني تمام. وفي الاخر دونت ايه اسك مي اوكي. كده اتطبقت الكوتا اهو خلاص. حاجه كمان ميزه قويه جدا في الكوتا هنا كمان ان هي بتطبق على مستوى اليوزر الادمن. انا اسفه, بتطبق على مستوى ايه؟ الادمن على الكل يعني اي واحد هيدخل كيوزر هو اللي يشتري والادمن بالظبط تمام. تعال نجرب كده. انا دلوقتي داخله ادمن واماي انا داخله مين؟ ادمنستريتور. تعال لو دخلت هنا كده تحت الاف على تحت الداتا اكريت اي ملف كده, بس عايزه حاجه تكون دي. مش حاجه 20 ميجا, دي 15 ميجا اهو. اوبا ده انا عامله 20 ميجا ايه؟
يحطم ملف ويسيب 95 ميجا بالظبط كده صح؟ لان فعلا الادمن قبل كده كاتب داتا قد ايه؟ حتى بابا؟ فقلنا تاني ليه ما قدرتش اكتب؟ لان الادمن اوريدي كاتب ملف قبل كده حجمه كبير صح؟ طب لو دلته ما هبنا احنا اتفقنا تاني ان هو بناء على اليوزر الاونر شيب. طب لو دلت ده ديليت وجيت اكتب تاني الملف اللي هو سيفيز ده الفولدر بتاع سيفيز ده يتنقل اهو عادي صح؟ طب اجي اخد حاجه كمان اخد ايه؟ مرضيش ان هو ينقله ليه؟ خلاص المساحه بتاعتي اصلا رغم ان على الادمن يبقى الادمن في الطريقه دي بيطبق عليه الكود ده تمام. طب مش انا كنت قلت ان في حاله الادمن اذا جه يكتب داتا هيصير عندي ثري شولد هيصير في الايفنت فيور اصلا انا معدلها هنا اهو تمام اديت في الايفنت فيور انا حاطه هنا علامه صح ان يصير في الايفنت فيور صح. اجيبه منين ده بقى الورنينج ده هيصير ازاي؟ لو دخلت هنا على تولز كمبيوتر مانجمنت لو دخلت هنا على ايفنت فيور الكلام ده هناخده ان ديتيلز شويه قدام باذن الله تحت ويندوز لوجز مايكروسوفت بتقسم اللوجز بتاعتي لكاتيجوريز تمام. اللوج بتاعي هيصير هنا تحت ابلكيشن في حاله الكود اللوج هيصير فين؟ تحت ابلكيشن. نعم هي حاطه ظهر ورنينج اهو عشان اشوف يعني هي مايكروسوفت مجمعه كل اللوجز اصلا في الايفنت فيور كنوع من السنترلايز مانجمنت يعني تمام. فظهر عندي ورنينج اهو نتيجه الاف ار ام اس سيرفيس دبل كليك قال لي ان اليوزر اللي اسمه ادمنستريتور هاز اكسيدد 85% كوتا ثري شولد. حد تهمني كده في حاجه؟ يبقى ده تاني ان انا لو حبيت ان انا اطبق الكود على مستوى ايه؟ على مستوى الفولدر. طب هنا كوتا تمبلس مش هي دي التمبلس اللي انا شفتها؟ صح؟ ممكن ان انت تدبل كليك على اي كوتا لامت منهم وتعدل فيها. هنا مثلا الكوتا دي التمبلت دي بيقول لي ايه؟ هيبعت ايميل عند 85% وعند 95% هيبعت ايميل ويصير لوج وعند 100% هيبعت ايميل ويصير لوج. تمام؟ لو انت مش حابب اي كوتا من دول كليك يمين نيو كوتا تمبلت وعدل فيها واعمل الثري شولد اللي انت عايزه. اول جزئيه فيها مشكله يا شباب. تاني حاجه اللي انا عن نفسي بحبها جدا جدا بقى فايل سكريننج مانجمنت. ايه الفايل سكريننج مانجمنت؟ انت كده هتمنع اليوزرز ان هم يسيفوا ملفات بامتدادات معينه. افرض ان واحد عمال يجيب ملفات ام بي 3 ويخزنها في الكوتا بتاعته في المساحه التخزينيه بتاعته. لا انت كده هتمنع عنه ان هو يخزن ايه؟ ام بي 3 كبير ومثلا يخزن ملفات الاكسل والوورد والحاجات الشغل تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ هدخل تحت فايل سكرينز وبرده في عندي مجموعه من التمبلتس. تعالوا نبص الاول على التمبلتس دي كده. التمبلت الاولانيه هتبلوك مين؟ الاوديو والفيديو. دبل كليك بتمنع الامتدادات دي. اديت هتمنع الامتدادات دي كلها. مش يدي تقريبا كل امتدادات الاوديو والفيديو؟ لا يا باشا موجود اهي تمام. ممكن كمان تعمل هنا اي يخلد اي ملف انت عايزه اي امتداد انت عايزه حط الامتداد اللي انت عايزه قول له ايه او ممكن تاكسكلود واحد من دول تعمل له اكسكلود. هفترض ان انا كان عندي ملف او امتداد مثلا تي ال مثلا يعني 8 تمام. لو جيت اشوف هنا الكي ال ده ظهر نايم يا باشا المفروض احط دوت كمان استرك ودوت بتقول ايه؟ انت دي كل الامتدادات اللي مايكروسوفت عارفاها حتى هذه اللحظه تمام. افرض ان انت ظهر عندك امتداد لاوديو او فيديو ما كانش موجود في الليسته دي بايدك ضيف بدل ما يتسيف ما يتحط على الوتش تمام عايز تمنعه اصلا فايلز تو اكسكلود
عندك مثلا امتداد من الامتدادات دي عايز تسمح لليوزر انه يسافر، قول له فايل تو اكسكلود وضيفه. واضحه كده؟ يبقى كل دي عباره عن تمبلت. واحد بيبلوك الايميل، ملفات الاي اكس اي، الايمج جي بي جي مثلا، تمام، مش عارف مونيتور، مش عارفه ايه. وفي واحد بيقول لي اكتف واحد بس، تعالوا نشوف ايه الاكتف والباسف ده. تعال الاول كده هدخل على فايل سكرينز، كليك يمين واقول له ايه كرييت فايل سكرين، وبرده هطبقه على مستوى الفولدر. بيطبق على مستوى ايه يا شباب؟ فولدر او طبعا بارتيشن يعني، سينا انا هطبقه على مستوى داتا. تمام، انت عايز تبلوك ايه؟ انهي تمبلت من دول؟ ممكن برده زي ما اتفقنا تستخدم اي تمبلت. مش هما التمبلتس دول اللي كانوا ظاهرين عندي دلوقتي تحت فايل سكرين تمبلتس؟ تمام، او زي ما اتفقنا ممكن ان انت تكستمايز بنفسك. تمام، طب سين انت عايز تكستمايز بنفسك، قال لك انت عايز دلوقتي مثلا تمنع ايه، هقول له الاوديو والفيديو. طب نوع النوع السكريننج ده ايه، عباره عن ايه، اكتف ولا باسيف؟ اكتف، بص بيقول لك ايه، dont allow users to save unauthorized files. باسيف، لا ده انت هتسمح لهم يسيفوا بس هتستخدم الكلام ده لمين؟ للمراقبه مونيتورنج بس، عشان تعرف مين بيسيف ملفات من الامتدادات دي. تمام، سين انا هقول له اكتف. لا مش اليوزر، الملفات الانأثورايزد. مش انا دلوقتي حددت ان انا همنع الاوديو والفيديو يا خالد؟ يبقى الملفات الانأثورايزد اللي هي مين؟ الام بي 3، الام بي 4، جي بي ال، ايه تاني؟ 3 جي بي، الحاجات دي. تمام؟ ممكن برضو نفس الكلام ابعت ايميل للادمن لو اليوزر ده حاول يسيف ملف من الامتدادات دي، او ايفنت لوج، يظهر لوج مثلا دلوقتي في الايفنت فيور، او ارن كوماند معين ان هو يدلت ملفات مثلا من عنده، او ريبورت. لسه قلنا ان احنا هنشوف حوار الريبورت ده كمان شويه ان شاء الله. تمام، طيب تعالوا مثلا هقول له هنا، يلا ها، هقول له كاستم اوديو. تمام، وهخليه اكتف، وهصر الكلام ده في الايفنت فيور لو اليوزر ده حاول انه يسيف ملفات ام بي 3 مثلا. تمام، وده شكل اللوج اللي هيظهر. اوكي، كرييت. تمام، نفس الكلام بيقول لي اسيف لك التمبلت دي ولا لا. يا عم مش عايزك تسيف تمبلت ولا حاجه. ونوعه السكريننج تايب اكتف. تمام، تعالوا بقى نشوف اليوزر ده كده او الادمن. الكلام ده بيتطبق على مستوى اليوزر او على مستوى الادمن، سواء لوكالي او عن طريق النتورك شيرنج. تمام، هفترض ان اليوزر جه يستهبل ويخزن هنا اي ملفات عندي ام بي 3. بصوا قال لي ايه، you need permission to مش عارفه perform this task، صح؟ وعلى فكره مساحه الملف مش كبيره. او الاول تعالوا برضو عشان تبقوا ضامنين ان ده ملوش علاقه بالكوتا، انا هدلت الحاجات اللي جوه دي. هو في حاجه في الكوتا انا نسيت اشرحها لكم على فكره قبل السكريننج. طب هخلص السكريننج وارجع لكم تاني على حته في الكوتا انا نسيت سطر كده، نسيت اشرحه، قلت لكم هشرحه بالاخر ونسيت. المهم تاني، لو اليوزر ده حاول ان هو يسيف اي ملف نوعه ام بي 3، اتفقنا انه هيديله ايه؟ انه مش قادر. ليه؟ ملهوش بيرميشن ان هو يسيف اي ملفات اوديو ولا فيديو. تمام؟ طب مش انا حددت ثري شولد معين، نوتيفيكيشن ثري شولد، ان الكلام ده هيظهر فين؟ تحت الايفنت فيور. ظهر لي ورنينج تاني اهو، نتيجة الفايل سيرفر ريسورس مانجر. دبل كليك، قال لي الادمنستريتور اتمتد تو سيف، حاول ان هو يكتب ملف ويسبر دوت ام بي 3، ملف نوعه ام بي 3. خلاص، حد تهمني كده في حاجه؟ طيب نرجع تاني هنا فايل سيرفر ريسورس مانجر. اتفقنا ان دي التمبلتس، ممكن ان انت تعمل تمبلت زي ما انت عايز، تحدد الامتدادات اللي انت عايزها. تمام، ممكن كمان ايه؟ انا لغايه دلوقتي ما شفتوش شايف حاجه، بس افرض افرض ان انت عندك امتداد مش موجود هنا. تمام، انت ممكن كمان تجمع الامتدادات مع بعض، انت مش هتقعد بقى تعمل اكسبشن لامتداد امتداد. تمام، فهو مجمعهم لك اصلا الاوديو والفيديو، كل دي الامتدادات بتاعت الاوديو والفيديو.
زي ما اتفقنا ممكن تنكلود واحد معين، ممكن ان انت تعمل اصلا فايل جروب مع نفسك تجمع فيه الامتدادات كلها اللي انت مش عايزها وتسميه بالاسم اللي انت عايزه. ما هي الفكرة تاني ان كل دي عبارة عن ايه؟ تمبلتس. تمام؟ تعال هنا كليك يمين فايل سكرينينج واشتغل على التمبلت هيصر معك هنا. ايوه لو عامل جروب هيظهر برضو في. تمام؟ الحتة بس اللي نسيت اوريها لكم في الكوتا، لو انا جيت دلوقتي تاني هدلت الكوتا دي ونعملها تاني من الاول ديليت كليك يمين كرييت كوتا. تمام؟ براوز هاجي على مستوى الفولدر اللي اسمه داتا. اخدتوا بالكم من شويه انا تعمدت ان انا اكريت اكتر من فولدر تحت ايه؟ داتا. اوكي وحط له الليمت اللي انت عايزها. بص السطر اللي فوق هنا بيقول لي ايه؟ كرييت كوتا اون باس، يعني كريت لي كوتا على الفولدر ده بس. اوتو ابلاي تمبلت اند كرييت كوتا اون اكزيستنج اند نيو سب فولدرز، يعني خد لي كوبي من التمبلت اللي انت عملتيها دي وطبقها لي على كل السب فولدرز اللي تحت السب فولدر ده او تحت الفولدر ده. تمام؟ بص انا لو قلت له كرييت، اخدتوا بالكم ان شكل الكوتا هنا ثلاث نجوم كده او ثلاث شكل مختلف، انا شايفاهم عينين يعني عن نفسي. ايوه عينين. تمام؟ ولو جيت اضغط اف 5 اريفرش ايه اللي حصل تحت؟ ظهر لي اكتر من كوتا. محمد ظهر لي اكتر من ايه؟ كوتا على مستوى كل فولدر او كل سب فولدر تحت داتا. تمام؟ وبالمناسبه لو دخلت على فلتر فوق كده ممكن ان انت تصر الكوتا تايب كله. تمام؟ او الكوتا بس على مستوى الاول او البيرنت بس او على مستوى التشايلد. يعني لو قلت له على مستوى البيرنت بس كده. تمام؟ عايزه اصر الكوتا دي على مستوى مثلا داتا. اوكي اختفوا. معنى كده ان مش هتطبق عليهم الكوتا؟ لا انا بس كل اللي فيها ان انا عامله فلتريشن مش اكتر. قول اهو يلا ظهر كله البيرنت بالتشايلد بالتشيلدرن اللي تحتيه كله. دي الحته بس اللي نسيت اقولها لكم. هو الادمن هو اللي بيعمل الفولدرز، مش مهندس الفولدرز حاجه وتراجع تاني كده من التاني يا خالد. الادمن اه هو اللي بيعمل اليوزرز فولدرز اللي هم يعملوا فيها حاجه. اه لا انت لو مديه بيرميشن هيعمل فولدر، لو مش مديه بيرميشن ان هو يكريت فولدر مش هيعرف يعمل حاجه. مش المفروض يا باشمهندس الفولدر ده بيكتب بقى فولدر الشير اللي انا مشيره؟ اه هو شغل سيلز شغل بالظبط كده بالظبط. اخر واحده بقى الاستورج ريبورت. ايه الاستورج ريبورت ده؟ انا على نفسي الاوبشن ده بحبه جدا جدا لما بستخدمه اني بجيب يا باهي تركن موبايل لما بجيب الدوبليكت فايلز. يعني سي دلوقتي ان الفولدر بتاعي او البارتيشن بتاعي عليه ملفات كتير دوبليكت، لا انا عن طريق ان انا ستورج ريبورت ده ممكن يظهر للادمن ريبورت بالملفات اللي متكرره على مستوى الفولدر ده او على مستوى البارتيشن ده. اه ملفات في اماكن مختلفه. اه في اماكن مختلفه. تمام؟ يعني على سبيل المثال في عندي كام نوع من انواع الريبورتس ممكن ان انا اصرهم. لو جيت هنا على مستوى كلمه فايل سيرفر ريسورس مانجر كونفيجر اوبشنز. تمام؟ تحت ريبورت لوكيشن ده المكان اللي هيظهر عندي فيه الريبورت. ريبورت يعني ايه؟ ملف ريبورت هيظهر للادمن. هيظهر فين تاني؟ تحت السي في فولدر اسمه ستورج ريبورت. في فولدر اسمه ايه؟ ستورج ريبورت. عندي ثلاث انواع من الريبورتس ممكن تظهر: انسيدنت سكادجولد انتراكتيف. والانتراكتيف ده برضو على فكره بنسميه اون ديموند. نمسك واحد واحد. انسيدنت يعني بناء على اكشن معين، يعني لو انا تعديت كوتا معينه. فاكرين اخر تابه كان مكتوب عليها ريبورت في النوتيفيكيشن ثري شوت؟ لو انا تعديت الكوتا دي يظهر او يتكريت ريبورت للادمن. يتكريت ايه؟ ريبورت للادمن. تمام؟ يبقى انسيدنت يعني بناء على اكشن معين حصل، سواء كوتا سواء فايل سكريننج، يعني يوزر معين حاول ان هو يسيف ملف ام بي 3 برضه يظهر، برضه يظهر ايه؟ ريبورت. تمام؟ سكادجول متهيألي واضحه يعني من اسمها ان انا ممكن اظبط ايه؟ سكادجول معين كل فتره يتكريت ريبورت. تمام؟ انتراكتيف
اللي هو اون ديماند. يعني انا كادمن دلوقتي اللي هطلب ريبورت هقول له دلوقتي جنريت ريبورت، انا عايز اتفرج ايه اللي بيحصل عندي على السيرفر بتاعي او على الهارد بتاعي. تمام. يبقى تاني عندي ثلاث انواع من انواع الريبورتس ممكن يتكريتوا: انسيدنت بناء على اكشن معين، سواء كوتا سواء فايل سكريننج. تمام. التاني سكادولت، يعني انا هعمل له سكادول معين كل فتره يتكريت ريبورت. اخر واحد انتراكتيف او اون ديماند، ده معناه انا اللي عايزه اجنريت ريبورت دلوقتي. تمام. والدول كلهم تحت ستورج ريبورت، كلهم تحت مين؟ ستورج ريبورت. تمام. هنرجع تاني للستورج ريبورت دي كمان شويه باذن الله. تعالى مثلا اجنريت انا بنفسي دلوقتي ريبورت، هكليك هنا يمين او قبل ما اكريت ريبورت بقى انا هدخل دلوقتي تحت الداتا ده. تمام. وهكريت هنا ملف واسميه مثلا نيو، وهيبقى جواه داتا نيو. تمام. وهكريت ملف تاني نيو 1 وهو برضو نيو نفس الداتا جواه. تمام. واخد نيو ده كوبي هحطه مرة في واحد ومرة في اتنين تمام. يبقى واحد واتنين فيهم ايه يا شباب؟ واحد واتنين فيهم نيو، ونيو واحد هاخد منه كوبي هحطه في اتنين واحطه في تلاتة. معنى كده ان انا عندي دوبليكت فايلز ولا لا؟ صح. انا هجنريت الريبورت دلوقتي بتاعي ان هو يجيب لي الدوبليكت فايلز دي، فيجي تاني على مستوى ستورج ريبورت واقول له هنا، طبعا زي ما اتفقنا ممكن اعمل له سكادول معين، انا هقول له هنا ايه؟ جنريت ريبورت نيو. ده كده الانتراكتف. تمام. انا عايزه الريبورت بتاعي يكون بناء على ايه؟ الدوبليكت فايلز. بناء على ايه يا شباب؟ دوبليكت فايلز. تمام. والريبورت يبقى في صوره ايه؟ تكست اكس ام ال، اتش تي ام ال ولا دي اتش تي ام ال؟ دي اتش تي ام يعني دايناميك، يعني يصير فيه صور، يصير فيه ايه؟ صور وجراف بقى واشكال حلوه هنشوفها دلوقتي ان شاء الله. طب انا عايزه الدوبليكت ده على مستوى ايه؟ هدخل على السكوب واقول له ات. تمام. اللي موجود تحت داتا، هات لي كل الملفات الدوبليكت اللي تحت مين؟ داتا. واول ما اقول له اوكي، طبعا دليفري ممكن كمان زي ما اتفقنا ان انا ممكن اسند ايميل للادمن. تمام. اوكي. بيقول لي عايزه ايه؟ اجنريت ريبورت في الباك جراوند ما تشوفوش قدامك وهو بيتكرر، ولا قدام عينيكي دلوقتي كده يظهر الريبورت؟ لا انا عايزاه اصلا في الفور جراوند مش في الباك جراوند. تمام. اوكي. اللي هو اللي قدامكم ده يعني، بدل ما يظهر قدامي يبقى في الباك جراوند مش ظهر. عمل لي جنريت اهو لي الريبورت بتاعي تحت مين؟ تحت السي، تحت ستورج، تحت مين؟ انتراكتيف اون ديماند. وده الريبورت اهو، دبل كليك ننزل بقى كده بالراحه. بيقول لي الدوبليكت جروبس، في عندي اتنين جروب من الملفات دوبليكت، كم ملف؟ ستة، متقسمين على اتنين جروب. تمام. واخدين مساحه قد ايه؟ وايه هي الملفات؟ لو نزلت تاني بالراحه كده، مين الاونر بتاعهم؟ الادمنستريتور. تمام. مين هي بقى الدوبليكت جروبس دي؟ عندي ثلاث ملفات اسمهم نيو تكست. تمام. مين الاونر بتاعهم؟ ادمنستريتور. مكانهم فين؟ تحت داتا، وداتا 1 وداتا 2. صح. وعندي كمان جروب تاني اسمه الملف بتاعه يعني اسمه نيو 1 دوت تكست، موجودين فين؟ في داتا، وداتا 2 وداتا 3. اخدتوا بالكم ان الملفات بتاعتي سواء داتا او داتا او سواء سوري نيو او نيو 1، الداتا اللي جواها كانت واحده؟
هو ما بيبصش على الكونتنت بتاع الملفات من جوه، هو بيبص على اسامي الملفات. بيبص على ايه؟ اسامي الملفات. تقدر انت بقى تدخل جوه الملفات دي وتدلتها، او زي ما قلت لكم لو انتوا عندكم سكريبتيه مثلا على سبيل المثال ترنوا السكريبتيه يدلت الملفات دي. لا هو ما جابليش، لا لا يا وليد، هو جابلي بناء على اسم الملف. يعني هو دلوقتي بيعتبر نيو ده ملف ونيو وان ده ملف تاني خالص. تمام. طيب ده الداتا اللي جواها واحده، الداتا اللي جواها واحده، هو ما بيبصش على الكونتنت بتاع الداتا، هو بيبص على نيو ونيو وان على اسم الملف بالظبط. تمام. طيب لو دخلت هنا ستوريج ريبورت انتر اكتف وسكادجول ده ظهر لسه لي مين؟ الانسيدنت. لسه لي مين يا شباب؟ الانسيدنت. تعالوا نعمل واحد انسيدنت كده على مستوى مثلا الفايل سكريننج. تمام. تعالى ادلت ده واعمله تاني، او ممكن اديت فيه اي حاجه مش فارقه. كرييت فايل سكريننج على مستوى الاف داتا. تمام. كاستم ان امنع اليوزر ده ان هو يكتب اوديو وفيديو، وهدخل تحت ريبورت. فاكرين ريبورت دي اخر تابه؟ وضحت بقى دلوقتي صح؟ انا هكريت ريبورت بناء على ايه؟ فايل سكريننج. جنريت ريبورت الاول بناء على ايه؟ فايل سكريننج. تمام. ممكن ادخل هنا على ريفيو سيلكتد ريبورت، بس هنا بيقول لي الايفنت مينيمم ايج، يعني معنى كده ان هو هيكريت لي الريبورت كل قد ايه؟ مش محدد ايام معينه صح؟ وهنا بيقول لي الايفنتس باي يوزر لكل اليوزرز. انا ممكن احدد الريبورت ده بناء على يوزر معين، بس انا مش قادره اديت في التو اوبشنز من هنا. هوريكم دلوقتي ممكن نديت في التو اوبشنز دول منين. تمام. كلوز. وزي ما اتفقنا ممكن اسند برضو ايميل. اوكي كده. تمام. كرييت نفس الكلام، اسيف لك دي كتمبلت ولا لا، اتاكد بس كده. دبل كليك تحت ريبورت. تمام كده. لو جه اليوزر دلوقتي بتاعي او الادمن تحت داتا يحاول يسيف اي ملف كده ام بي 3. ما قدرش صح. لو دخلت تحت ستوريج ريبورت ظهر اهو. تمام. الانسيدنت دبل كليك عليه كده. لسه ما تكررتش صح، هو بيطول بس شويه. ايوه الملف بتاع اكروبوليوس دلوقتي ام بي 3 انا كنت لسه بحاول احط. تعال نحاول نكريته هنا تاني. افترض تاني ان اليوزر اهو اهي خالد. اوبس سوري انا حطيت في مكان غلط. ديليت سوري معلش. تحت داتا. Thank you.
هو عادة بيقعد مثلا كام ثانية اهو ظهر. هو ليه ظهر بالمنظر ده؟ واضح من هنا برضه. واضح فين؟ المفروض شكله بيبقى مختلف عن كده. لا هو شكله كده مختلف عن اللي انا عايزاه اساسا. طب هقول لكم على حاجه، على ما هو ربنا يهدي كده، على مستوى فايل سيرفر ريسورس مانجر كونفيجر اوبشنز تمام، لو دخلت هنا على ستورج ريبورت، مش احنا اتفقنا ان البارامترز دي لو انا حبيت اعدلها هدخل على مستوى فايل سكريننج اوديت ايديت بارامترز عدد الدايز سينس فايل سكريننج ايفنت على مستوى مين؟ اول يوزرز، مش هما دول التو اوبشنز اللي كانوا ظاهرين هناك؟ هو انسيدنت اه ايوه، ما انا هناك ما كنتش قادره اعدله، انا لو حبيت اعدله بعدله من هنا تمام. وهاجي هنا برضو على مستوى فايل سكريننج اوديت احط علامه صح شباب. لا انا مش بعمل سكيدول، انا جاست بظبط اوبشن. كيس ربنا يكون هدايا هنا ونطق. ليه بيقولي كده؟ جنريت واحد كمان. صار لي ريبورت كمان. نعم الصور، مش انا اخترت الصيغة ان هو ديناميك صح؟ الصور بقى والحاجات اللي جواه. دلوقتي واحد يسهر كمان هنا، وعادة بيبقى بطيء بس مش قوي كده، بيقعد 30 ثانية الحكاية كلها. لا يا باشا اصبر. فايل اوكي جنريت ريبورت. طيب قوم استريح شوية لغاية ما يصير الريبورت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الريبورت بس طول شوية على غير المعتاد تمام. قال لي هنا ان اليوزر حاول يكتب الايه الملف اللي اسمه whisper.mp3 جوه مين؟ جوه داتا. مين اللي حاول يكتب الملف ده؟ administrator. وايه اللي حصل له؟ blocked. مرة حاول يكتب الملف whisper، مرة حاول يكتب الملف ايه؟ لا هو المفروض ان هو بيصرف عليا كذا ريبورت، ادي ريبورت التاني التالت بس هو يعني جمعهم وبيتجمعوا في الاخر في واحد برضه تمام؟ لو جيت تبص على ده كده مش هو ده الريبورت اللي انا كنت عايزاه خالص، هو ده بقى المنظر الريبورت اللي انا اقصده تمام؟ فقلنا تاني اليوزر ده حاول يكتب الملف اللي اسمه ويسبر على داتا وتعمل له لوك تمام. هو عاده بيقعد زي ما قلت لكم 30 ثانيه كده، المره دي قعد في حدود 3 دقائق حاجه على غير المعتاد يعني. حد وقع مني كده في الجزء ده في حاجه؟ بس هي دي بس الجزء اللي كان ناقص.